attaquer au deuxième moitié de la saison. On a coupé Sousa, on a changé la Déjà on a entamé la première journée retour, déjà on a entamé compétition, on va aller jusqu'au bout les challenges à Domalcol. البطولة الحمد لله جوسكو لا معناها موجودين وقاعدين مراهن جدي نستناو هذا ونعملوا على السيبور نتاع الاحبان نتاعنا في الماتشات الكبار وفي الماتشات الاخرين اللي خاطر ما بع ساعات الجمهور في اغلب الاحيان الجمهور يكون سند كبير للترشي حكايه ويكلو 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 باش نعطي احصائيه ومن بعد الناس تفهم احنا الترشي اللي تونسي في بطوله تونس نقبلوا 15 ماتش في رادس كي تعاقبنا بثلاثه سافي اون بورسونتاج 20% معناها ستان بورسونتاج انورم الترشي يلعبوا من غير جمهور الحمد لله تعدت سلامات رغم اللي نتخيل كنا ماتش اللي عملنا فيه نيو الماتش هذاك اللي خسرناه ماتش زرزيس كان جاب الجمهور نتخيل كل نتيجة كانت مغايرة على كل قدر الله وما شاء فعل معناها الحمد لله معناها سور طول لو باركور لاباس بالنسبة للكوب دو تونيزي باش تجي بعد البطولة معناها في رمضان بيسكو باش يكون في الدوزيام موتي تاع شهر جوان في رمضان مازال بكري عليها لا كومبيتيسيون لا كوب دو لا كاف تلعب على الدرجه اللي هذيك اونسي افيك موتيفاسيون ولكن ما انت تعرف التشالنج اللي يبني عليه الدرجه اللي توصي هو الشامبيونز ليغ هذاك يقعد معناها التشالنج تاع الدرجه اللي توصي اللي لازم نعملوا باركور كبير في الشامبيونز ليغ اكيد اللي تيتر كل مهمين والكاف مهمه اما ما معناها كي تهز الشامبيونز ليغ تمشي كاس العالم وتعمل اكسبيريونس هذيك في اليابان ما تنجم كان يكون هذاك التشالنج نتاعك وكوب الكاف تقعد لقب من ضمن الالقاب اللي معناها يعتبر تحضير للشامبيونز ليغ ان شاء الله اللي ترجع في الموسي ان شاء الله نكون نشارك فيها العام الجاي مازلنا بعد في هذا الكل مازلنا ما حققنا حتى شيء اوني جو بونس على الاقل توا في الريزولتا اوني سور لا بون فوا ولكن نستناو في دعم وان شاء الله ان شاء الله ناكلوا ونتحسنوا ونقدموا نتائج ايجابيه معناها يتفرقوا بها الجمهور كيما عودنا ما نعرفش كان لحظ والله كان مش انتم الفرصه اليوم انا ما تكلمتش سيتي استراتيجي معناها من خاطر يكثر الكلام برشا كلام قاعد سمعناه في الالي ما يديش المعنى معناها حتى عملناه وسمعنا برشا كلام معناها في عارك ما عندوش معنى الدرجه اللي تنص كان باش تحكي لي على الاسبي ميدياتي ما تكلمش لا كي تظلم ولا كي معناها سيرتينمون في كره القدم تنجم تظلم وتنجم تستفاد دون لي دو كا ما تكلمناش وان شاء الله نكملوا ما نتكلموش نحاولوا معناها ان نركزوا على بناء فريق لان السنه حبينا ولا كرهنا الدرجه اللي تونسي اللي اون بلان كونستركسيون قول وفعل معناها انت تشوف بارابور ليكيب تاع مناول ولا بارابور ليكيب تاع لي زاني باسي تبدلت الفريق الانس تيب المستانس يلعب بدل بنسبة 80-70% تعرفوا الأسماء اللي قاعدة تشارك تو في المباريات فلاكس مشاني مباركي عامل ما يلعبش على اليمين وسط الميدان كوليبالي راجع قدام الفوليو فونسيف الكل معناها سولو بلون فونسيف تبديلات راديكال خميسي بكير رجايبي الروج بولبوا شكون مش ما ننساش حد من الجوارات ادم ودريس بون دريس عاد الجمعيه وقديمه هذاك علاش ما ذكرتوش معناها الجوارات هذوما الكل يخليو كونو يفو دو طون ويلزم كيلكو سوا شنو نعملوا باش يتخلق الاوتوماتيزم باش يتخلق الروح باش يتم بناء فريق بالحق الحمد لله تو الريزولتا متبع معناها اوني با ليزي بارابور او ريزولتا نتمناهم الخير ولكن اوني با ليزي
ولكن هذا عمل معناها نتاع بناء فريق اللي طالبوا به الأحباء الكل منذ سنوات، بناء فريق إن شاء الله يحقق نتائج طيبة سور البلان كونتيننتال كما عملنا قبل. عملنا تروا فينال كونسيكوتيف في الشامبيونز ليغ، ان شاء الله معناها نعاودوا البيرفورمانس هذيك. يسامحونا الاحباء اذا كان ما تكلمناش السلام ونعاودوا نقول سالوني برشا وخيال سور لو بلان ميدياتيك، لانه ما نحبوش نتكلموا كل ريان دير ولا باش نتكلموا كلام ما عندوش معنى، وان شاء الله ما نسحقوش نتكلموا. مشكورين انتم اسبينيس بوانات للعمل نتاعكم، مشكورين سورتو للحياد نتاعكم الموضوعيه نتاعكم. أنا راه فيكم أمبري سيبور لإسبرانس، عاونتونا ياسر في عدة مواقف، كومبورتمون دو فريز إسبرانتيست في الكومبورتمون بتاعكم، حاولتوا تكونوا معناها مع الإسبرانس في المواقف الصعيبة، حاولتوا تعاونوا ليكيب، وإن شاء الله الناس الآخرين بون فوزيت لو سيت ليدر، ما شاء الله الآخرين يتبعوا، وإن شاء الله برشا من الناس أخرين يكونوا مهما كانت معناها الأمور يكونوا على نفس معناها الموضوعية، ويحاولوا يحميوا الفريق، يحميوا لاعبين الفريق. مشكورين.